كل هذا الجمع الذي صرخ بلا ضد الانتحار ودعا إلى إنقاذ ما بقي من اقتصاد لا يعني شيئا بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي استبق اللقاء الاقتصادي الذي جمع كل أهل الإنتاج لأول مرة والاتحاد العمالي العام والمجتمع المدني ليؤكد أن الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل كما تصوره أرقام الهيئات الاقتصادية. 15 صرخة 15 كلمة كلنا عم بتقول الوضع الاقتصادي بخطر، الوضع الاجتماعي بخطر، ومنتفاجئ نحن في فريق سياسي بأن الوضع الاقتصادي جيد جدا. وين جيد جدا؟ أنا من هون بدي أقول للمؤسسات كلياتها، بدي أقول لكل أصحاب الشركات المحليات، تعوا افتحوا مؤسساتكم ومحلاتكم بالرابي، لأنه بالرابي الاقتصاد جيد يختلف عن الاقتصاد بباقي لبنان. نحن وين عايشين؟ عايشين كلنا مع بعض بهالبلد. مؤسسات عم تنهار، شكات المرتجعة عم بتزيد كل شهر، عم بتزيد 20 و25%. حتى القطاع العمار سمعنا ما في قطاع إلا على تراجع. وشنت مصادر في التيار العوني هجوما على الرئيس سعد الحريري معتبرة أن موقفه تجاه الهيئات يؤكد أن لقاءها يجمع جحا وأهل بيته. هيدا نايب بلبنان أما نايب بأستراليا؟ بأستراليا مزبوط في نمو 7 أو 6%، بس بلبنان نحن وضعنا فعلا أكثر من سيء، نحن بخطر. وأنا أتحدى على المسؤولين لا يحكوا بالأرقام، لأنه نحن بخطر، الدولة بخطر، والقطاع الخاص بخطر لأول مرة. أنا بعتقد أنه على كل لبناني أنه يؤيد هالنداء. خلي كل الناس سياسيين ومواطنين يقروا هالنداء هيدا، بشوفوا أنه كل واحد بيلاقي حاله فيه. هيدا مطلب جامع ما له علاقة، مش بس مطلب قطاعات، مش بس مطلب فئات، مش مطلب لناس وناس، هيدا نداء لكل اللبنانيين. التيار العوني يقول إن الهيئات النقابية التمثيلية التي تعكس نبض العمال فعلا ليست مشاركة. إذن هؤلاء الذين حضروا من تجار وصناعيين ونقابات واتحاد عمالي ومهن حرة وزراعيين، هل هم سياسيون؟ الصورة تكلمت وأجابت عن هذا السؤال.